معكم إلى موجز أخبار الآن. قالت قوات سوريا الديمقراطية إن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم مع تنظيم داعش في الأحياء الجديدة للطبقة المتاخمة لسد الفرات بريف رقة الغربي. وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أنها تقدمت باتجاه الأحياء الجديدة في الطبقة، وأضافت أنها قتلت عددا من مسلحي التنظيم خلال الاشتباكات، واستولت على دبابة وسيارتين مصفحتين، ودمرت عربة مفخخة. أدى انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدة نحتة وبصر الحرير شمال شرق درعا إلى مقتل عدد من أفراد الجيش الحر. وبالتزامن مع الانفجار الأول انفجرت عبوة أخرى على نفس الطريق استهدفت سيارة للدفاع المدني أثناء قيامها بعملية الإسعاف. وأفاد ناشطون بأن قوات الأسد تتبع سياسة التفجير منذ أشهر عبر خلايا تتبع له في مناطق سيطرة المعارضة. قال مصدر عسكري عراقي أن تنظيم داعش الإرهابي أعدم 11 مدنيا تم القبض عليهم واتهموا بمحاولة الفرار من غرب الموصل الواقعة تحت احتلال التنظيم، كما أعدم 14 من مسلحي حاولوا الهرب من المعارك في الحويجة بمحافظة ديالى. وأضاف المصدر أن داعش يحتمي بالسكان، وأن إعدام بعض المدنيين الهدف منها تخويف المواطنين من محاولة الخروج، لأنه بذلك سيفقد الدروع البشرية التي يضعها في مواجهة قوات الجيش العراقي. أفادت مصادر إعلامية باتفاق القائد العسكري الليبي خليفة حفتر ورئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة فائز السراج على تشكيل مجلس رئاسة الدولة في ليبيا. كما أفادت المصادر أن مجلس رئاسة الدولة يضم رئيسي البرلمان وحكومة الوفاق وقائد الجيش، وأن مجلس رئاسة الدولة في ليبيا أيضا سيكون بمثابة القائد الأعلى للجيش والمرتبط بمهمة حل التشكيلات المسلحة غير النظامية ومحاربة الإرهاب. قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم أنها ستقود محادثات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وأنها تتطلع إلى المفاوضات بنوايا حسنة. وأضاف للصحفيين أن إدارة ماي متأكدة من أنها ستحقق خروجا ناجحا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تصاعدت حدة التصادمات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين معارضين لمرشحة الرئاسة مارين لوبان في ذكرى الاحتفال بعيد العمال. وأكدت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة عززت من تواجدها في مواقع مسيرات عيد العمال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.